يحكى أن شاباً تقياً فقير اشتد به الجوع، مر على بستان واقتطف تفاحة وأكلها حتى ذهب عنه الجوع، ولما عاد إلى بيته بدأت نفسه تلومه، فذهب يبحث عن صاحب ذلك البستان فوجده، وقال له: بالأمس بلغ بي الجوع مبلغا عظيما، وأكلت تفاحة من بستانك من دون علمك، وهذا أنا اليوم أستأذنك فيها. فقال له صاحب البستان: والله لا أسامحك، بل أنا خصيمك يوم القيامة عند الله. فتوسل أن يسامحه، إلا أنه ازداد إصرارا وذهب وتركه، ولحقه الشاب حتى دخل بيته، وبقي الشاب عند البيت ينتظر خروجه إلى صلاة العصر. فلما خرج وجد الشاب لا زال واقفا، فقال له: يا عم، إنني مستعد للعمل فلاحا عندك من دون أجر، ولكن سامحني. قال له: أسامحك لكن بشرط أن تتزوج ابنتي، ولكنها عمياء وصماء وبكماء وأيضا مقعدة لا تمشي، فإن وافق سامحتك. قال له: قبلت ابنتك. قال له الرجل: بعد أيام زواجك. فلما جاء كان متثاقل الخطى حزين الفؤاد، ترك الباب ودخل. قال له الرجل: تفضل بالدخول على زوجتك. فإذا بفتاة أجمل من القمر، قامت ومشت إليه وسلمت عليه، ففهمت ما يدور في باله وقالت: إنني عمياء من النظر إلى الحرام، وبكماء من قول الحرام، وصماء من الاستماع إلى الحرام، ومقعدة لا تخطو رجلاي خطوة إلى الحرام، وأبي يبحث لي عن زوج صالح، فلما آتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها، قال أبي: أن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي، فهنيئا لي بك زوجا، وهنيئا لأبي بنسبك. وبعد عام أنجبت هذه الفتاة غلاما كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة. أتدرون من ذلك الغلام؟ إنه الإمام أبو حنيفة النعمان. ولد أبو حنيفة رحمه الله بالكوفة سنة 80 من الهجرة على القول الراجح، ونشأ رحمه الله بالكوفة، ويبدو أنه كان وحيد أبويه، وكان أبوه يبيع الأثواب في دكان له بالكوفة، ولقد خلف أبو حنيفة أباه بعد ذلك فيه. حفظ أبو حنيفة القرآن الكريم في صوره، شأنه شأن أمثاله من ذوي النباهة والصلاح. وحين بلغ 16 من عمره خرج به أبوه لأداء فريضة الحج وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده، وكان أول ما اتجه إليه أبو حنيفة من العلوم علم أصول الدين ومناقشة أهل الإلحاد والضلال. ولقد دخل البصرة أكثر من 27 مرة يناقش تارة ويجادل ويرد الشبهات عن الشريعة تارة أخرى، وكان يدفع عن الشريعة ما يريد أهل الضلال أن يرسقوه بها. فناقش جهم بن صفوان حتى أسكته، وجادل الملاحدة حتى أقرهم على الشريعة، كما ناظر المعتزلة والخوارج فألزمهم الحجة، وجادل ولاة الشيعة فأقنعهم. قضى الإمام أبو حنيفة رحمه الله في هذه السبيل من علم الكلام وأصول الدين ومجادلة الزائغين وأهل الضلال حتى أصبح علما يشار إليه بالبنان، وهو ما يزال في 20 من عمره، وقد اتخذ حلقة خاصة في مسجد الكوفة يجلس إليه فيها طلاب هذا النوع من العلوم. ثم توجه أبو حنيفة رحمه الله إلى علم الفقه، وتفقه على حماد ابن أبي سليمان حتى صار مقربا عنده. قال حماد: لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبي حنيفة. كان أبو حنيفة يختم القرآن في كل يوم، ثم حين اشتغل بالأصول والاستنباط واجتمع حوله الأصحاب أخذ يختمه في 3 في الوتر، وصلى أبو حنيفة 30 سنة صلاة الفجر بوضوء العتمة، وحج 55 حجة. قال مسعر بن كدام: رأيت الإمام يصلي الغداة ثم يجلس للعلم إلى أن يصلي الظهر، ثم يجلس إلى العصر، ثم إلى قريب المغرب، ثم إلى العشاء، وقلت في نفسي: متى يتفرغ للعبادة؟ فلما هدأ الناس خرج إلى المسجد، وكان بيته بجوار المسجد الذي يؤم فيه حزبة لله تعالى، فانتصب للصلاة إلى الفجر،
ثم دخل فلبس ثيابه وكانت له ثياب خاصة يلبسها لقيام الليل، وخرج إلى صلاة الصبح ففعل كما فعل. ثم تعاهدت على هذه الحالة فما رأيته مفطرا ولا بالليل نائما. كان زاهدا ورعا، أراده يزيد بن هبيرة أمير العراق أيام مروان بن محمد أن يلي القضاء فأبى، وأراده بعد ذلك المنصور العباسي على القضاء فامتنع وقال لن أصلح للقضاء، فحلف عليه المنصور لا يفعلن، فحلف أبو حنيفة أنه لن يفعل فحبسه المنصور. قال ابن المبارك: قلت لسفيان الثوري: ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدو له. قال: والله هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها. وكان واسع العلم في كل العلوم الإسلامية، وهو الذي تجرد لفرض المسائل وتقدير وقويها وفرض أحكامها بالقياس، وفرع للفقه فروعا زاد في فروعه، وقد تبع أبا حنيفة جن الفقهاء بعده، أفردوا المسائل وقدروا القواذ ثم بينوا أحكامها.